أوصى المؤتمر العلمي الطبي السنوي لقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة طنطا بمخاطبة وزير الصحة لعودة اعتماد مادة الأفاستين رسميا في علاج الشبكية وتوقيع بروتوكول بمشفيات الصحة لضمان استخدام تلك المادة بالشكل الآمن. يذكر أن حملة شنت بوسائل الإعلام حول خطورة هذه المادة مما تسبب في منع استخدامها نهائيا في المستشفيات كافة. احنا بنتكلم على المضاعفات اللي بتحصل وعلاج، ويمكن الموضوع اللي كان انترستد قوي يتكلم فيه الدكتور محمد اكتر، الموضوع اللي اثير في الفتره الاخيره موضوع مشاكل الافاستين والحقن بتاعه، ويمكن سيشن كامل على الموضوع ده ونقاشات على اساس ان احنا ايه نقول للناس ان دي ماده مسموح بيها وممكن تتحقن وكده. ويمكن الدكتور محمد هيقول ملخص للايه للسيشن حوالي ساعه. في توصيه مهمه جدا، اول حاجه ان احنا نبدا نوصل للناس معلومه ازاي نعالج حالات الرشح الشبكي السكري، الحقن ودوره، لان هو ده دلوقتي العلاج الاساسي في علاج حالات الرشح الشبكي السكري اللي واخد مركز الابصار، ما عندناش علاجات تانية، هو ده العلاج الاساسي دلوقتي، ممكن اضيف له ليزر بعد كده لكن الاساس هو الحقن، تمام. وحبينا نوصل ان احنا يا ريت يبقى الافاستين فعلا موافق عليه رسميا عشان البلبله اللي حاصله للمرضى. النقطه بس المهمه جدا ان اتمنى من السيد وزير الصحه ومن وزاره الصحه انها تبدا تحط لنا اسس لتحضير الماده بحيث انها تحضر بطريقه امنه تماما للحقن داخل العين، ويتحط بروتوكول يتوزع على كل مستشفيات وزاره الصحه علشان لما نيجي نحضر الافاستين نحضره بطريقه امنه بحيث ما يحصلش للعيان اي مضاعفات.